طبعا النجم بنخليه للاخر، ابو الزغاليل مستنك الصبح النهارده وتعذبه وسهره الوقت اللي بيقول لك ده انا كنت انام ويعمل لك تمثيليه. بص بص بص، رد وبطل الاستعباط، رد وبطل الاستعباط، رد وبطل الاستعباط، رد وبطل الاستعباط، الو الو رد وبطل الاستعباط. الو طبعا ايوه ايوه الو، الو، ليه يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا قلت لهم هيعمل نفسه نايم ويقول لك اتاخرت وما اتاخرتش، انا عارف حركاتك. لا لا مفيش حاجة. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويس. تمام انت كويس؟ الحمد لله بخير الحمد لله. انت عامل ايه؟ ده انا قلت مش هتنام النهارده، الجون جاي في الدقيقه 95 وزمانك ضارب لك واحده موزه وخمسه فته واتنين رز بلبن وخمسه شاي ومروق المساله وفرحان. انا فرحان والله، طبعا فرحان جدا 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 انت هتقول لي جدا. احنا عامه بنتمنى لك الفرحه دايما يا استاذ علاء، ايه نتمنى لك الفرحه، بس انا عارف انك انت فرحان ليه، فرحك على كان العيال اللي كنت انت بتراهن عليها وانك انت كنت المدافع الوحيد عنهم، ثبت انك انت راجل زملكاوي جدع وبتحب ناديك بجد. ربنا يخليك يا استاذ عبد الناصر. احنا دافعنا فعلا عن فريق الناشئين ده انت واتكلمنا الوحيد، عنه، ما كنا تقولش اول احنا، ناس في ما وسائل تقولش الاعلام احنا، جبنا سيرته. انت الوحيد في مصر، وقلنا اتفضل. بقول لك انت الوحيد في مصر اللي قعدت 6 شهور تقول بحمل مرتضى منصور مسؤولية تسريح هذا الجيل، هذا الجيل جيلك رهيب، أفضل لعيبة في مصر، أنت الوحيد اللي رهنت على الموضوع ده وأديك بتكسب الرهان، كل ما يطلع عيل يطلع ملوش حل. الحمد لله. وهو النهارده الصراحه انا بس كنت عايز اتكلم في حاجه قبل ما اتكلم في الماتش، يعني واللي حصل فيه. اتفضل. انا سمعت حضرتك كنت عامل مداخله مع دكتور عنده خبرات قانونيه، ما اعرفش اذا كان محامي او مش لا محامي. الدكتور محمد انا سمعت جمال. جزء كبير قوي من المداخله. هو قال حاجه مهمه جدا، احنا الحمد لله امبارح تطرقنا ليها. قال ان القضيه اللي رافعها كهربا بسبب الاضطهاد والتجاوزات اللي تجاوزها رئيس الزمالك ضده، مش زي خالص ما بعض وسائل الاعلام قالت انها اترفضت. لا دي راحت لجنه الاخلاق والقيم، وان هي لسه ما اتحسمش فيها وما اتحكمش فيها. تمام. احنا امبارح احنا الوحيدين في جميع وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمذاعه، سواء مذاعه اذاعه او مذاعه على فضائيات، محدش اتكلم في الموضوع ده الا احنا بس. صح، دي حقيقة. احنا اللي قلنا ان القضيه دي لم يتم حسمها ولسه ما صدرش فيها حكم. وحتى لو تفتكر انا امبارح هقول لك ايه؟ هقول لك ممكن نتفاجئ ان كهربا ياخد حكم على رئيس الزمالك ب 2 او 3 مليون دولار، وساعتها نطبق سياسه سيب ونسيب. صح، فاكر الجمله اللي انا قلتها دي امبارح؟ قلتها والله يا علاء، قلتها. انت فعلا في حاجات بتديها كده غمزه سناره وسن رصيف. فمحدش اتكلم فيها. الاستاذ الفاضل اللي كان مع حضرتك الدكتور المحامي اتكلم فيها وكشفها وقالها. الاستاذ ايمن رئيس الزمالك عامل حمله. الاستاذ ايمن هو سوس الاول، الاستاذ ايمن سوس الاول قبل ما تروح للزمالك بيقول لك الاستاذ علاء امام اعلامي جامد ومحترم، وفعلا كلنا بنستنى الفقره بتاعته. الله يلعن ابو الليله السودي. والله تحياتي لحضرات الساده المشاهدين، وبشكرهم جدا جدا على الكلام الجميل ده. طبعا واحنا يعني كلنا بنكمل بعض وبنشتغل طبعا عشان نرضيهم وعشان نجيب لهم المعلومه ولا الفاضله. ولا بنكمل بعض ولا زفت. انا مش عارف ايه ام الليله دي، كل واحد يقعد يعرف لعلاء امام في اللايف وجامد ومش جامد، ولا جامد ولا زفت. يعني انا عايز اعرف علاء امام قبلي انا كان يسوي ايه بعد اذنكم، يعني كل كنت ما ايه؟ كنت ايه؟ معلش تاني كنت ايه؟ يعني انا عايز اعرف علاء امام قبل ما يطلع معايا كنتوا تعرفوه ازاي؟ يعني كل يوم يطلع لي واحد علاء والجامد ومش الجامد، وتخلوه يتحكر علينا ويتمسخر علينا، كنتوا تعرفوا منين قبلية؟
يعني ارجو ان اللي يقول علاء حمام جامد يقول بنشكرك انك انت عرفتنا على علاء حمام الجامد، وقول الجامد يا عم. لا بقول لك ايه، بقول لك ايه، لا بقول لك ايه، انا قعدت سنين طويله شغال في موقع زمالك فانز، واشتغلت في جرايد كتير جدا جدا، والحمد لله. انت كنت السبب في مثلا ان انا اتعرف على القنوات الفضائيه، دي حقيقه. يعني انا بعتبرك انت اللي اكتشفتني في القنوات الفضائيه. لا بس انا ما افطرش لكن قبل كل كده، لا في الصحافه انا الحمد لله سنين طويله جدا 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 يا بيه، انا ما ليا ناس كتير جدا. اتفضل. ما افطرش انا كل يوم نكره كده عيب يعني، كل يوم امبارح كل يوم ايه؟ كل يوم ابقى ناكر انا. امبارح المفتكر دسوقي اباظه. ليه يا عم؟ لا لا ازاي، لا ازاي، انا بقول ان انت راجل اكتشفتني على الفضائيات، انا ما اقدرش من 2008 انا ما عرفتش من ايام الفراعين، وانا اقدر امكن اركن انكر. ما عرفتش انا ايه اللي بيني ما بين الناس. امبارح المفتكر دسوقي اباظه، والنهارده والمشكله انهم اصحابي، يعني المفتكر دسوقي ده صاحبي جدا، وايمن بيسوس صاحبي جدا جدا. امال لو مش اصحابي كنت عملتوا فيا ايه؟ اهو واللي يقول لك عارف، بس حقانيين بقى، ناس عندها حق وناس وجهه نظرها سليمه، كتر خيرهم ان هم بيشجعونا يعني. يا عم انت الدنيا كلها اشتغلت على لسان الحق، على صحفي نشيط، على راجل محترم، واحد بيحصد محمد توفيق، احنا كاهلاويه بنحبك، ده دليل على ان احنا بنحب المحترم. خلاص اهو اقوم امشي، كمل انت وانا مروح. والله تحياتي ليهم كلهم طبعا، اشكرهم لي جدا جدا طبعا، انا بشكرهم كلهم جدا جدا يعني، وتحياتي ليهم كلهم يعني، ماشي. وبشكرهم جدا على الكلام الطيب ده يعني، ودايما كده ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. ماشي يا عم براحتك يا عم، ماشي ماشي براحتكم. الله يخليك. خلاص فبقول لحضرتك في الساعات الاخيره لاحظت ان رئيس الزمالك ونجليه والتابعين ليه والمؤيدين ليه بيتكلموا في حاجة واحدة، هي يقول لك إن العقد بتاعنا مع كهرباء سليم. أيوة برافو عليك يا معلم. أيوة أيوة تعجبني قوي. عمالين يعيدوا ويزيدوا فيها، وعايزين يأكدوها في وسائل الإعلام بأي صورة من الصور. لدرجة حتى إن رئيس الزمالك في الفيديو اللي عمله جاب سيرة الكابتن مجدي عبد الغني، وجاب سيرة العقد، وكل أتباعه، كل مريدينه، كل الناس المؤيدين واللي قريبين منه والتابعين ليه يعني اللي بيأيدوه، كلهم عمالين يتكلموا في النقطة دي، وعياله عمالين يتكلموا في النقطة دي. ماشي، دي وجهة نظركم، انتوا بتقولوا العقد سليم، واللاعب رد عليكم على الانستجرام وعلى حسابه وقال لك في محاباة خرجت من اتحاد الكورة وخطاب في محاباة، اللي يقول بقى سليم ولا مش سليم المحكمة الرياضية. صح. المحكمة الرياضية، بس في حملة معمولة علشان تثبيت مسألة إن العقد سليم. وأنا لاحظت الموضوع ده في الساعات عليك. الأخيرة بصورة كبيرة جدا جدا جدا. صح. صح برافو عليك، برافو عليك. وكأنهم يخافون من الورقة الموجودة مع كهرباء، واللي الوحيد اللي يعرف تفاصيلها العبد لله. يعني في عايزين يأكدوا لوسائل الإعلام إن الموضوع ده يمشي بصورة كبيرة، إن العقد سليم. والله دي وجهة نظركم، إحنا ما نقدرش نقول حاجة، لسه في محكمة رياضية. صح. أنتوا بتقولوا العقد سليم، اللاعب بيقول لك في محاباة من اتحاد الكورة، اللاعب مقدم إن العقد مش سليم، اللي يفصل المحكمة الرياضية، ولسه محامي اللاعب هيترافع في جلسة الاستماع وهيتكلم وهيقول وهيكشف، وساعتها لما يخرج قرار رسمي هنقول ساعتها القرار الرسمي ايه، سواء وجهه نظركم سليمه او غلط، لكن من الواضح ان في حمله لتاكيد ان العقد سليم. خلي بالك بقى، بص هيفضل الحمله تزيد علشان خاطر هم عارفين ان الاثنين. رئيس الزمالك طبعا بس فيديو في الساعات الاخيره على قناته على اليوتيوب، لو حضرتك كنت تابعته. ايوه تابعته. نسى خالص مسألة إن هو يكون شتم الكابتن محمود الخطيب أو شتم عبد المنعم كهربا، شتم عفوا محمود عبد المنعم كهربا في الفيديو طبعا اللي تم تناوله، واللي اتقال إن هو منسوب لرئيس الزمالك. وطبعا أنا هستعين برد الناقد الرياضي الكبير وأستاذنا الأستاذ رضوان الزياتي، القامة والقيمة الكبيرة جدا في عالم الصحافة. أنا سمعت طبعا المداخلة بتاعته مع حضرتك، قال جملة جميلة جدا جدا، قال لك اثبت براءتك عن طريق القضاء. صح. أنت بتخرج تقول مش أنا ومش أنا ومتلفقلي، لا أنت ما تقولش، أنت تخلي القضاء والنيابة هم اللي يقولوا، زي الأستاذ رضوان الزياتي ما قال.
بحييه بحييه على الجمله دي. فالنائب العام طالبك والنيابه العامه طالباك، يعني روح واثبت براءتك عن طريق القضاء. انت ما تقولش ما تقولش لا ده متنفق لي، ده مش بتاعي، لا لا، النيابه والقضاء هو اللي يخرج. وساعتها لما القضاء والنيابه يقولوا ده مش متنفق لك، ساعتها تحط صباعك في عين اي حد. لكن ان انت مرعوب من رفع الحصانه ومش عايز تروح النيابه ومش عايز تتسال في البلاغات المقدمه ضدك وتخرج تقول لا ده متلفق لي، دي وجهه نظرك انت، دي وجهه نظرك انت. لكن لما القضاء ساعتها يقول كلمته الناس كلها تنحني لكلمه القضاء. ماشي، بس علاء برضي ما تبقاش زي الناس، يعني شيل الحقد اللي في قلبك، وان كان ظاهرك انك بتحبني ولكن الحقد شيله، وقول انا بشكرك لان رضوان الزيادي ده ما بيتكلمش في اي تلفزيون وانا جبته انفراد. اتكلمت فيه؟ يعني كان ممكن تقول انا بشكرك الاول انك جبت رضوان الزياتي، لان ده ما بيطلعش في اي قناه فضائيه وانا جبته انفراد، انا جايبه انفراد ليا. اكيد طبعا، طبعا الاستاذ رضوان الزياتي طبعا انفراد، وانا بقول لك قامه وقيمه في عالم الصحافه. الاستاذ رضوان الزياتي وقف وعمل خدمات جليله لجميع الزملاء الصحفيين، وهو حكى لك على واقعه لما رئيس النادي كان مقدم بلاغات ضد مجموعه من الزملاء. الاستاذ رضوان هو اللي راح ورفع الحصانه على نفسه وطلب رفع الحصانه وراح النيابه ادلى بشهادته. صح. والاستاذ رضوان زمان كنت انا والزميل احمد عادل في جريده النبأ دخلنا في ازمه مع اللواء صبري سراج، كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك ايام نادي الاستاذ ممدوح عباس. الاستاذ رضوان الزياتي كان مقرر رابطه النقاد الرياضيين، الراجل مشكورا ليه هو، والاستاذ لطفي السعار كان عضو ساعتها في الرابطه، والاستاذ عصام شلتوت كان عضو في الرابطه، والاستاذ حسن خلف الله اللي هو مقرر الرابطه حاليا، جم هم الاربعه وعقدوا ساعتها جلسه مع الاستاذ رؤوف جاسر كان نائب رئيس النادي، والاستاذ اللي هو صبري سراج ساعتها كان عضو في المجلس، وقعدوا معاهم وحلوا لنا المشكله اللي احنا كانت نشبت بيننا وبينه. صح. وطول عمره راجل كدوم وطول عمره واقف في ظهر الصحفيين وفي ظهر ابناء دايره الخلق، والدليل ان هو ما شاء الله شعبيته جارفه، وراجل عنده مبادئ وراجل عنده قيم وراجل عنده مواقف من سنين مش من دلوقتي. هو راجل محترم، وقال صراحه، قال اعلن امام الراي العام لو ان هناك تصويت ساعلن موافقتي على رفع الحصانه، النائب العام هو الفيصل والحكم، واخلص في كلمته وقال لا اوافق على اهانه الشعب المصري، والشعب المصري رجاله، ومن يحدد من هو صاحب السوء من عدم النيابه العامه وليس اي احد اخر. يعني الراجل كان واضح لابعد الحدود، ويا بخت دايره الخنكة بيه، يعني يحافظوا على مثل هذه النماذج النظيفه المحترمه الرائعه. ده موضوع مهم جدا، تخش في الماتش بقى. كلام حضرتك سليم، وانا بقول انا بستعين بالكلمه اللي قالها الاستاذ رضوان الزياتي، والكلمه المهمه ان النيابه هي اللي تفصل اذا كان الفيديو اللي رئيس الزمالك بيقول لك ده متلفق لي، اذا كان متلفق ولا حقيقي، بقول له اللي يفصل هي النيابه العامه. انت روح النيابه العامه وساعتها القضاء هو اللي يقول كلمته وهو اللي يثبت اذا كان الفيديو ده ملفق او غير ملفق. طيب. حاجه ثانيه، رئيس الزمالك اتكلم وقال لك ان عبد المنعم ابو الكهرباء نشر الفيديو على صفحته، ازاي ينشره على صفحته وصاحب كهرباء نشر على صفحته؟ ممكن يكون المبرر بتاعهم ان هم عايزين يبينوا للناس ان انت تجاوزت في حقهم وان انت شتمت كهرباء بالفاظ لا تليق، ده ممكن تكون وجهه نظرهم كده. اتكلم برضو وقال لك رمضان ده رمضان صبحي ان هو بعت تاكس رسمي للنادي الانجليزي عرض، وقال لك هو الاهلي زعلان ليه؟ مع ان كان نفى الكلام ده وقال لك ما حصلش، لكن رئيس النادي اعترف وقال لك عدم انا ببعت للنادي الانجليزي وداخل في الصفقه علشان ازود الفلوس، انا حر ما فيش اي مشكله خالص. برضه انتقد الكابتن احمد شوبير وقال لك الكابتن شوبير قال ان رمضان احسن من محمد صلاح، معرفش قالها فين دي صراحه. رجل عمره في حياته ما قال الكلمه دي. وبعد كده هو طالع فيديو يتكلم عن كهرباء، خد الفيديو كله يتكلم عن الاهلي. انا مش عارف في ايه يا جماعه؟ ده لا وبس والخطيبه لا هو لسه هتكلم، انا لسه هقول الكلام اللي هو قاله في كهرباء. طبعا هو من واضح كده ان حد ضحك عليه، لان كل الكلام اللي قاله في كهرباء غلط. هم بان عليهم ضحكوا عليه. طلع يقول لك الاهلي هيدفع ال 33 مليون جنيه، والاهلي يدفع ليه ان شاء الله.
الاهلي ايه علاقته؟ اذا كان الفيفا برأت الاهلي وقالت الاهلي ما عندوش اي حاجه، مين اللي ضحك عليك وقال لك الاهلي هيدفع الفلوس؟ هم ضحكوا عليك وقالوا لك كده؟ طلع في الفيديو تقول الاهلي هيدفع ال 33 مليون دولار وانا بقول لاخويا الخطيب كهربا هديه ليك، احلى حاجه وكهربا ضرب جروس بالشلوت، ازاي تاخده؟ انت بس اللي قلت الكلام ده. جروس الراجل قال لك لعيبه الزمالك كلهم كانوا مؤدبين ومحترمين وقضيت معاهم فتره طيبه، ما قالش اي كلام، ده انت بس اللي بتقوله والله. وقال لي احنا في جده لما قابلناه اللي هو ان كهربا ضرب جروس، وده ما حصلش لان كهربا تعامل مع جميع المدرب. اتفضل حضرتك اتفضل. بقول لك ونفس الكلام قاله لنا جروس لما حورناه في جده انا وابو المعاضي زكي، سألناه على كهربا بالتحديد، قعد يضحك وقال لك مرح وحبوب ومن اكتر اللعيبه حبا حبا ليا ما كهربا. اتفضل يا علاء. تمام. فما حدش ابدا ادعى وقال كلمتين ان كهربا ضرب جروس لينا رئيس الزمالك. جروس ما جابهاش، ما اتكلمش فيها خالص، طلع ان جروس راجل راح السعودية وتعامل مع الصحافة السعودية واتكلم عن الزمالك في كل حتة، ما قالش كلام ده إلا أنت. المهم رئيس الزمالك قال حاجة حلوة جدا. قال لك الخطيب أسطورة في كرة القدم وأنا طول عمري بقول عليه كده. ونسي خالص الكلام اللي قاله على الخطيب على الهدايا والساعات. ولما اتكلم على 1,800,000 دولار وقالوا راحوا فين والنائب العام قال له أنت كذاب. رئيس الزمالك نسي الكلام ده وخارج يقول لك الخطيب أخويا والخطيب أسطورة وانا بقول، معرفش هو فاكر الناس بتنسى ولا ايه. كدبنا ازاي والخطيب اسطوره كره القدم ونسي خالص الكلام اللي قاله واللي النائب العام قال له انت كذاب وكل الكلام اللي انت قلته كد حوالين الساعات والهدايا ومساله راحوا فين. هو ما لقوش، عشان كده طلع يقول لك الخطيب اخويا رفض 1,800,000 دولار والكلام والتجاوزات اللي تجاوزها في حق الكابتن محمود الخطيب. النيابه العامه والنائب العام قال له انت كذاب، نسي خالص الكلام ده وطلع في الفيديو يقول لك الخطيب اللي هو بيتكلم ده اسطوره وانا طول عمري بقول عليه اسطوره واخويا الكابتن الخطيب. فطبعا يعني موقف غريب وكلام غريب طبعا جدا. المهم رئيس الزمالك برضه بيتباهى بالحكم اللي هو خده ضد كهربا، وما اعرفش زي ما بقول لكم حد ضحك عليه وقال له الاهلي هو اللي يدفع الفلوس، ما اعرفش هو جابها دي منين يعني بصراحه. ما اتكلمش خالص عن النادي البرتغالي ولا على ولا فنط العقوبه، وفرحان وشايف نفسه ان هو انتصر، وطبعا هو بيعمل كده هو ونجليه يضحكوا على الجماهير ويخرجوا يحسسوا الناس ان هم منتصرين والكلام ده. طبعا معايا مفاجأة كبيرة جدا من العيار الثقيل. ودي بس هي جت قدام اهي. في شبكة إخبارية رياضية كبيرة جدا برتغالية اسمها ميس فوتبول. ميس فوتبول دي أفيس البرتغالي. اتكلمت معاهم في العقوبات اللي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي. تمام. وهي طبعا العقوبات الو ايوه سامعك يا علاء. العقوبات اتكلموا مع النادي اتكلموا مع النادي في العقوبه اللي اتفرضت عليهم وعلى كهرباء واللي هي طبعا 2 مليون دولار مناصفه ان هم عليهم كده مليون دولار. تمام. النادي اولا بيمر بازمه ماليه طاحنه كبيره جدا جدا جدا، ويمشي رسوم الحصول على رخصه النادي المحترف لموسم 2021 لسه هيتلعب بعد ايام. والنادي دلوقتي هبط للدرجه الثالثه والنادي معهوش فلوس خالص، ما بيدفعش اي فلوس. ايوه سامعك يالا. الله يخرب بيت النت اللي عندك وبخلك وعدم دفعك للمصاريف. النادي طلع مفلس يعني ما معهوش المليون دولار والنادي هبط. يا لهوي يعني ما فيش قبض هيتوقف ومش هيدفع. على فكره ممكن الاهلي يدفع له ثمن اجر المحامي. هيقول لك كده بكره، هيقول لك الاهلي هيدفع له ثمن المحامي اهو. طب اجيبه على التليفون العادي بقى بدل النت عنده علق، لان لما النت بيعلق كده
بيقعد يقرفنا واحنا ايه قرفانين منه طبيعي. حد بيقول لي على حمام هيروح بيراميدز، انا لو بيراميدز اصلا فوضني ابيع على حمام على طول، يعني ممكن يدوله هو اي فلوس وانا اتعشى واروح على طول، ما عنديش مشكله. اتمنى الخير للاخ علاء، يعني يروح عليك زعل اول الماتشات. هاي علاء جاهز اعرفه مع حضرتك. النت يا بقول لحضرتك شبكه ميس فوتبول دي الطاقه جددش رخصه النادي المحترف. النور قطع. نور يا محمد كده، نور نور كده، النور قطع يا شباب. اذا نكتفي بهذا القدر. عايز اسلم بس على خليفه سلطان حبيبي في تونس، وتحيك قبل ما انسى تحيه ليك اهو. نختم بس مع علاقه يا جماعه. الو ايوه يا استاذ علاء. بصراحه احنا مش هندفع حاجه خالص من الغرامه دي اللي هي موقعه عليهم $1,000,000 المفروض يدفعوها. قال لك احنا مش هندفع حاجه، وعندنا شؤون قانونيه في النادي هتقدم طعن. طبعا هيقدم الطعن خلاص. وقال لك سواء الفيفا فرض علينا الحظر فترتين قيد او ثلاث فترات احنا هنلتزم بتطبيق عقوبه الحظر. يعني كده النادي البرتغالي اسيس بيقول لك انا مش هدفع حاجه وهوافق على اي عقوبه يفرضها عليا الاتحاد الدولي لكره القدم خاصه بعدم القيد سواء فترتين او ثلاثه. يعني بيقول للزمالك كل سنه وانت طيب مش هديك حاجه، وكده في $1,000,000 طاروا من العقوبه. كده في $1,000,000 ايه طاروا من العقوبه. النادي ما معهوش حتى يدفع 25,000 يورو غرامه عليه. وبيقول لك الحافله بتاعتهم اتحجز عليها بسبب الديون. فقال لك احنا مش هندفع اي حاجه وهنطعن على القرار وهنستنى الحكم النهائي. اللي الفيفا عاقبتنا بعدم القيد فترتين موافقين، ثلاثه موافقين، لكن مش هندفع حاجه. فكده في $1,000,000 طالع على الزمالك بالسلام، مش هياخد منه حاجه. النادي قال لك انا مش هدفع. قال كده الشبكه برتغاليه، قال انا مش هدفع حاجه، معلش عشان ادفع. فطبعا كده بقى ما فيش غير موضوع الكهرباء، الفلوس اللي عند كهرباء، واللي طبعا كهرباء طعن عليها، ولسه هنشوف ايه اللي هيحصل في الطعن. وزي ما قلنا امبارح هي يعني كل المؤشرات بتقول لي هتنزل ل $250,000، من 250 ل $350,000، واحنا كنا انفردنا بالكلام ده من شهور طويله جدا جدا. فطبعا دي كانت مفاجاه من العار الثقيل من جانب مسؤول النادي افيس البرتغالي. الراجل حتى طلع نحس في الغرامه. يا لهوي انت كافر يا علاء يا حمام. طب سيبه يفرح بالغرامه يا حمام. انا ماليش دعوه، هم الناس قالوا كده. وش قال لك احنا عندنا مشاكل والحافله اصلا بتاعت النادي محجوز عليها وما دفعناش 25,000 يورو علينا، حتى ما جددناش الرخصه بتاعت النادي المحترف. فهنوافق على اي عقوبه من الفيزا، سواء قال لنا ما فترتين ما تسجلوش لعيبه موافقين، ثلاث فترات موافقين، لكن مش هندفع حاجه. وطعنا منتظرين الحكم النهائي. ماشي خلي بالك بكلمك والنور قاطع، بس عشان تعرف ان انا مستعد. والله الله يبارك لك يا ابو سنيده، مش مخليني محتاج اي حاجه. شوف النور قاطع والنت شغال، عمرك شفت كده؟ الله يخليك. انا برضه هشاهد في الاخبار عشان ايه؟ عشان احنا طولنا قوي على الناس يعني. إيه عندنا طبعا هنتكلم بقى على مباراه الزمالك النهارده طبعا والمقصه. انا شايف ان الزمالك انتصر لما مستر كارتلون اجرى تغييرات جريئه، ان هو خرج اشرف بن شرقي اللي ما كانش في حالته، خرج فرجان الساسي برضو اللي ما كانش في حالته، الراجل غامر ولعب بيه ثلاثه فراوده، نزل كاسونجو تحت مصطفى محمد، ونزل حسام اشرف لعبه جنب مصطفى محمد، ونزل أسامة فيصل كمهاجم برضه تحتيهم. يعني غامر بصورة كبيرة جدا، وكان بيلعب بتفندر واحد طارق حامد، وخد لك الجزء الأمامي كله هجومي، عشان كده تمكن من إحراز هدف المكسب في الدقيقة في وقت البدل الضائع. جراءة كارتلون هي السبب في تحقيق المكسب على نادي المقاصة النهاردة. طبعا نادي المقاصة قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة جيدة جدا، تحكم في نص الملعب لكن ما قدرش يشكل خطوره على مرمى محمد ابو جبل. يعني انا ما شفتش محمد ابو جبل غير في كرة او اتنين طول المباراه. هو ماسك وسط الملعب لكن بدون فعاليه حقيقيه على مرمى محمد ابو جبل.
طبعا كان افضل لاعب في فريق نادي المقاصه من وجهه نظري، وفي الفرقتين كلهم كان محمد ابراهيم لاعب الزمالك السابق، كان هو من افضل اللعيبه اللي موجودين في الملعب في الفرقتين. فرجاني ساسي غاب خالص في الشوط الثاني، ما كانش موجود خالص في الملعب، عشان كده مستر كارتلون سحبه. برضه بن شرقي لسه راجع مش موفق، سحبه برضه، والتغييرات اللي هو اجراها سبب فوز الزمالك على المقص. للاسف احدى القنوات الفضائيه، وهي قناه كبيره، قعدت تقول الزمالك هيستعد لمباراه القمه، الزمالك عنده مباراه الاهلي. لا يا جماعه، الزمالك عنده مباراه يوم الثلاث امام نادي اف سي مصر او نادي مصر. لسه قبل مباراه الاهلي في مباراه اف سي مصر يوم الثلاث. معرفش الاستوديو التحليلي والمراسلين وكلهم عمالين يتكلموا ان استعداد لمباراه القمه، الزمالك هيعمل ايه في مباراه القمه؟ لا، لسه الزمالك عنده مباراه امام اف سي مصر يوم الثلاثاء قبل ما يلاعب الاهلي يوم 22 من الشهر الجاي. دي كانت مجموعه. طبعا عندنا هنقول برضو خبر سريع كده، محمد حسن طبعا خرج من المباراه مصاب. محمد حسن اصيب بشد في العضله الخلفيه. في ناشئ برضو هو خارج من الملعب، اتعرض لكدمه في الظهر، اتزحلق وتعرض لكدمه في الظهر، هو حسام عبد المجيد، ودي كدمه بسيطه يعني. لكن لسه محمد حسن هيجري اشعه عشان يشوفوا اذا كان هيلحق بمباراه اف سي مصر ولا مش هيلحق بهذه المباراه. عندنا خبر ان يوسف اوباما تعافى وممكن يكون موجود في مباراه اف سي مصر عشان يجهزوا لمواجهه الاهلي اللي زي ما قلنا هتقام يوم 22، بعد طبعا مواجهه اف سي مصر اللي هتقام يوم الثلاثاء. دي كانت مجموعه الاخبار اللي معانا في نادي الزمالك استاذ عبد الناصر. طب في سؤالين بس قبل ما اسيبك. اتفضل. الناس بتقول لك ممكن لو جالك عرض من بيراميدز تبيعني علاء وتسيبني؟ لو جالي عرض منين؟ من بيراميدز. لو جالي عرض من بيراميدز اسيبك وامشي؟ انا ممكن اسيبك من غير ما اجيلي عروض. لا بص، عايز اقول لك على حاجه. انا بحب الانديه الجماهيريه لان انا راجل بحب الجماهير، فممكن لو جالي عرض من الاتحاد، عرض من المصري، الانديه الجماهيريه ممكن اوافق، لكن الانديه المؤسسات والانديه اللي ملهاش جماهير لا، ما احبش اشتغل معاها. مع احترامي يعني. لا بس في الرد ده، باعتبار ان بيراميدز الوحيد اللي بيخطف النجوم دلوقتي. ايه؟ باعتبار ان بيراميدز الوحيد اللي بيخطف النجوم. ايه والله بص يا استاذ عبد الناصر، انا ليا وجهه نظر على فكره في الموضوع ده. عايز اوضح حاجه بس لحضرتك الساده المشاهدين. تحقيق البطوله ليه مقومات. انت ممكن تجيب لعيبه كويسه وكل حاجه ويبقى ما عندكش استقرار اداري، يبقى عندك تدخل في شؤون الفريق. ونادي بيراميدز بالانديه دي، نادي بيراميدز شوف كم مدرب تولى الفريق. دي نقطه. النقطه الثانيه، وجود الجماهير ده شيء مهم. وما اعتقدش هتفضل مساله عدم وجود جماهير في مدرجات فتره طويله. فان انت تحقق بطوله في مباريات انت بتفوز بيها بالجماهير. صح. الجماهير بتعمل شحن معنوي وترفع من مستوى الفني للعيبه وتخليهم يفوزوا، مفيش فريق بيفضل ماشي برتم واحد طول الموسم. ده كده تاني حاجه. تالت حاجه مهمه، الاعلام. الاعلام ده شيء مهم، الاعلام بيشتغل للجماهير. والجماهير بتتابع الانديه اللي بتشجعها. صح. واللي بتنتمي لها. فده برضو عنصر مهم. اتفضل. بقول لك عنصر مهم. طبعا متى لو جالك عرض من بيراميدز يا ريت تاخدني معاك. طب ماشي، بس عايز كنت عايز اكمل بس كلام في النقطة دي، معلش اسمح لي يعني. اتفضل. فممكن بيراميدز تشتري افضل لعيبه وكل حاجه وبتاع، بس تحقيق بطوله ليها نفس طويل زي بطوله الدوري. صح. او بطوله دوري ابطال افريقيا او رابطه الانديه الابطال، دي ليها جماعه مقومات ثانيه، واهم عنصر فيها من وجهه نظري انا الجماهير. شكرا. يعني انت تخيل كده، الزمالك بيلعب في الدور نصف النهائي والاهلي بيلعب في الدور نصف النهائي. شوف حجم الجماهير لو احنا في ظروف طبيعيه بعيد عن الكورونا. صح. شوف حجم الجماهير اللي هتبقى موجوده في برج العرب. تعال حط بيراميدز في نفس الموقف، شوف حجم الجماهير. ولا. مع احترامي طبعا. طبعا. فاهمني؟ مقارنه محترمه. مقومات البطوله يا جماعه، مش شرط بس ان انا نشتري لعيبه غاليه او لعيبه كويسه، لا، في عناصر ثانيه مؤثره بتساهم في تحقيق البطوله. الاستقرار الاداري
ان انا اصبر على المدرب، بيراميدز ما بيصبرش على المدرب، وفي مليون دليل، عد عدد المدربين اللي دربوا الفرقه. تاني حاجه، غياب العنصر الجماهيري في المباريات الحاسمه، ده شيء مهم جدا جدا جدا، ده شيء مهم جدا جدا. تالت حاجه، الاعلام بيدور على الانديه الجماهيريه، والجماهير بتدور على الاعلام اللي بيتناول اخبار الفريق بتاعها، مع احترامي طبعا لنادي بيراميدز واحترامي لاداره بيراميدز واحترامي للتعاقدات بتاعتهم. الكابتن حازم الكاديكي بيمس عليك وكل الناس بتمس عليك، ونشوفك ان شاء الله بكره على خير. والله اشكر الكابتن حازم الكاديكي، وانا من عشاقه من سنين طويله جدا 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 جدا، فقرته والله هايله من بصراحه، عشاقه ومن متابعينه من سنين طويله جدا جدا جدا. فقرته هايله جدا بصراحه. عموما يا علوه، اكراما ليك، طبعا انت عرفت ان البلاص خد المركز الاخير في مجلس الشيوخ. بقول لك ايه، ده البلاص الاول، عقبال البلاص الثاني. لا، قاعدين بلصين دلوقتي، ما هو ولده قاعدين بلصين. طب انت قلت لي كده وليه؟ عايز تقول ايه طيب؟ ما انت ما تعملش جمله. لا، اصل جايه له بالمناسبه دي هديه من الجماهير، اصل هو قال في 8 مليون زملكاوي في سوهاج، فهو خد 13,000 وطلع في المركز الاخير، فسالنا على الباقي قال لك ناموا وما نزلوش، فبس عايزين نطمن عليهم ونشوفهم صحيوا ولا لسه، فلما صحيوا بعتوا لنا اغنيه هديه للبلاص، فاختم بيها يعني بالمناسبه بقول لك يعني. طيب، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين يا فندم. شكرا يا علوة.